نقدم في هذا الدرس شرحا لجزء هام في برنامج الفوتوشوب وهو الأكشنز. والأكشن عبارة عن مجموعة من العمليات التي نقوم بحفظها لتطبيقها فيما بعد على أي ملف نريده. ويجب أن نعرف هنا أن هناك مجموعة كبيرة من الأكشنز المعدة مسبقا مع برنامج الفوتوشوب والتي يمكننا استخدامها مباشرة على أي ملف نريده. وسوف نتعرف معنا على طريقة عمل الأكشنز من خلال المثال التالي. نقوم أولا بفتح ملف جديد، ثم نختار الهوريزونتال تايب تول من صندوق الأدوات، ونبدأ في كتابة أي كلمة ولتكن فوتوشوب، ثم نضغط التاب الخاصة بالأكشنز فتظهر لنا المجلدات الخاصة بالأكشنز، وكل مجلد يحتوي على مجموعة مختلفة من الأكشنز. وهنا نختار الأكشن تكست إفكت، وذلك بالضغط على هذا السهم، وبالضغط عليه تظهر لنا مجموعة الأكشنز الموجودة داخل المجلد. نختار أي منها ولتكن ويب بانلينج، ثم نضغط بلاي فيتم تطبيق الأكشن بهذا الشكل. وتستغرق عملية الأكشن بعض الوقت، وبعد الانتهاء نلاحظ النتيجة التي يظهر بها التكست، والتي كانت سوف تستغرق الكثير من الوقت والجهد إذا قمنا بإعدادها دون استخدام أكشن. ويمكننا إنشاء الأكشن الذي نريده وحفظه بداخل برنامج الفوتوشوب لاستخدامه عند الحاجة. والقيام بذلك نضغط على هذا السهم فتظهر لنا هذه القائمة، نختار منها New Action، وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة نختار اسما لهذا الأكشن بجوار الخانة Name. ثم من Set نحدد المجلد الذي سوف يتم حفظ الأكشن به، ومن Function Key يمكننا تحديد مفتاح بلوحة المفاتيح عند الضغط عليه يتم تشغيل الأكشن مباشرة، ولنختار F2 على سبيل المثال. ثم من Color نحدد لون أكشن الذي سيظهر به، وبالضغط على ريكورد يبدأ البرنامج في تسجيل كل الخطوات التي سوف نقوم بإدخالها. فمثلا نكتب كلمة جديدة، ثم نذهب إلى قائمة Layer، ومن Layer Style نحدد بعض التأثيرات التي سوف نقوم بإضافتها إلى هذه الكلمة. وبعد الانتهاء نضغط OK، ثم نذهب إلى قائمة Filter ونختار الأمر Lens Flare، وذلك من قائمة Render، وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة نحدد منها درجة الإضاءة. نضغط OK فتظهر لنا الكلمة كما نرى. وبعد الانتهاء من ضبط كل شيء خاص بهذه الكلمة، نضغط Stop لإيقاف تسجيل الأكشن، وعند ذلك يتم حفظ الأكشن الجديد بهذا الشكل. والآن إذا أردنا تطبيق نفس هذا الأكشن مرة أخرى، نفتح ملفا جديدا، ثم نحدد الأكشن ونضغط Play فيتم تطبيق الأكشن بهذا الشكل. وإذا أردنا تطبيق الأكشن مع تغيير الكلمة المكتوبة في كل مرة، نقوم بالضغط على هذا الجزء الخاص بالتوجل ديالوج، وذلك بجوار الجزء الخاص بالتكست لير، ثم نضغط على التاب الخاصة باللير ونخفي اللير الخاصة بهذه الجملة، ونعود مرة أخرى إلى التاب الخاصة بالأكشنز، ونحدد الأكشن الذي قمنا بإنشائه، ثم نضغط بلاي فيتم تنفيذ الأكشن. وعند الجزء الخاص بالتكست يقف الأكشن في انتظار التكست أو الكلمة الجديدة. نكتب كلمة جديدة بواسطة التكست تول كما تعلمنا سابقا، ثم نضغط بالماوس على الأمر التالي للجزء الخاص بالميك تكست لير، فيتم تطبيق باقي الأوامر الموجودة بهذا الأكشن.
وهناك مجموعة من الأوامر الخاصة بالأكشنز، منها الأمر New Set، وهو يقوم بإنشاء ملف جديد ليتم حفظ الأكشنز به، وبالضغط على هذا الأمر تظهر لنا نافذة. يمكننا كتابة اسم لهذا المجلد ثم نضغط OK فيظهر لنا المجلد الجديد. ولعمل نسخة من أي أكشن لإجراء أي تعديل عليه، نقوم بتحديد الأكشن المراد نسخه ثم نضغط على السهم مرة أخرى ونختار الأمر Duplicate، وبالضغط عليه يظهر لنا بهذا الشكل. وإذا أردنا إزالة أي أكشن، نقوم بتحديده ثم نختار الأمر Delete، وبالضغط عليه تظهر لنا رسالة تفيد التأكد من إزالة الأكشن. نضغط OK فيتم إزالته كما نرى. وبالنسبة لأمر Play، يستخدم لتطبيق الأكشن. أما الأمر Start Recording فهو يستخدم لبدء التسجيل مرة أخرى على نفس الأكشن، والأمر Record Again فهو يقوم بنفس الخطوات لأكشن مع التوقف عند كل خطوة، وذلك لتغيير بعض الخصائص الخاصة بها. ولإضافة أمر جديد بأي أكشن، نضغط بالماوس عند الخطوة التي نريد إضافة الأمر بعدها، ثم نختار الأمر Insert Menu Item، وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة تخبرنا بأننا يجب علينا اختيار الأمر الذي نريده من القوائم الخاصة ببرنامج الفوتوشوب. فمثلا نذهب إلى قائمة Filter ثم Render ثم نختار الأمر Lighting Effects، وبالضغط عليه يظهر لنا اسمه كما نرى. نضغط OK فيظهر لنا الأمر الجديد بداخل الأكشن. وعند تطبيق الأكشن مرة أخرى، يتم تطبيق الأمر الجديد. ولإضافة Stop عند جزء معين في هذا الأكشن، نختار Insert Stop ونضغط عليه فتظهر لنا نافذة نكتب بها الرسالة التي نريد أن تظهر عند التوقف في كل مرة، ولتكن رسالة Insert New Text. نضغط OK فيظهر لنا أمر الستوب. وإذا أردنا تغيير اسم أي أكشن، نختار الأمر Action Options، وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة مشابهة تماما لنافذة الأمر New Action. نحدد منها الاسم الجديد ونضغط OK فيظهر لنا الأكشن بالاسم الجديد. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس.